تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أسامة العبد الغفور من الإدارة القانونية لغرفة تجارة وصناعة الكويت، وكذلك مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع للغرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي جميع مرضانا ومرضى العالم ككل من هذه الجائحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا هذه الجائحة بأسرع وقت ممكن بإذن الله. من منطلق هدفنا في مركز الكويت التحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، وهو نشر ثقافة التحكيم في المجتمع، واستكمالا لخطتنا في هذه السنة نقدم لكم اليوم هذا النوع من الندوات الإلكترونية. موضوع من المواضيع المهمة والتي تشغل الفكر القانوني والاقتصادي، وهو التحكيم التجاري الدولي. مع زيادة التجارة الدولية والتجارة الإلكترونية، وكذلك كبر المعاملات الخارجية والتجارية بين الدول وعدم ملائمة التشريعات الداخلية، نحتاج لإيجاد وسيلة أخرى لتسوية المنازعات، وهي التحكيم التجاري الدولي. التحكيم هو وسيلة من وسائل فض المنازعات، وليست خاصة فقط للعقود ذات الأطراف الداخلية، بل لأنها هي وصلت أكبر من ذلك، وهي أن تشمل العقود ذات الأطراف الخارجية، سواء كانت دولة مع دولة أو فرد مع فرد، أو كذلك دولة مع فرد. وعلل كذلك مجموعة من الباحثين ذهاب الأطراف إلى التحكيم التجاري الدولي لمجموعة من الأسباب، أهمها واللي هو السبب العملي، إيجاد هيئة قضائية متوافقة مع التجارة الدولية، لا سيما في المرونة والسرعة، وكلنا ندري ان هذا الشيء مو موجود في القضاء الداخلي او التشريعات الداخليه. منهم ذهب كذلك الى اسباب قانونيه، وهو جهل الاطراف للقوانين الداخليه واجراءاتها. وكذلك ناس اخرين او باحثين اخرين وصلوا الى الامور او الموضوع النفسي، وهو التخوف من المعامله المتحيزه في التشريعات الداخليه. دراسة تنازع القوانين في التحكيم التجاري الدولي لا تقتصر فقط على بيان ما هو القانون الواجب التطبيق فقط، بل تهدف إلى الوصول إلى المبادئ المشتركة على النزاعات التي تثور بصدد العلاقات التجارية الدولية، والتي يفصل الخلاف فيها عن طريق التحكيم التجاري الدولي. نستضيف معكم اليوم في هذه الندوة، واللي هي بعنوان إشكاليات القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي، نستضيف فيها الدكتورة بشاير الغانم، عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت كلية الحقوق، وكذلك الدكتور حسن الرشيد، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت. راح إن شاء الله نبدي مع الدكتور حسن في محور أول، بعد ذلك ننتقل مع الدكتورة بشاير في المحور الثاني، وبعدها إن شاء الله راح نفتح المجال للأسئلة، وبعدها نختم إن شاء الله. ندوتنا إن شاء الله مدتها ساعة بإذن الله، لمدة ساعة ونكون خالصين إن شاء الله. نبدأ مع الدكتور حسن، إذا ممكن ودنا نسمع عن محورك اللي هو إشكاليات القانون الواجب التطبيق، أو عفواً القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في المنازعات التجارية الدولية. تفضل دكتور حسن، بس تشغل الصوت إذا ممكن وتفضل. تمام، الصوت شغال. إيه تفضل. يعطيكم العافية، شكراً جزيلاً أستاذ.
شكرا لحضور جميع. نشكر ابتداء مركز الكويت التحكيم التجاري الخاص بغرفة التجارة على هذه الندوات اللي كنا متابعينها من الحظر الكلي إلى الحظر الجزئي إلى اليوم، ونسأل الله أن يشافي جميع المرضى، وأن هذه الجائحة والغيمة هذه تزول بأسرع وقت ممكن. وشكرا شكرا على الحضور جميعا. ابتداء حديث اليوم عن القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري الدولي، لابد من بيان المقصود في التحكيم التجاري الدولي، ولماذا هناك إشكالية في القانون الواجب التطبيق، وأين تقع هذه الإشكالية؟ هل هي تستمر ابتداء من التحكيم حتى انتهائه، أم في أي خطوة ممكن أن تثور مسألة القانون الواجب التطبيق على التحكيم؟ ومن ثم أنتقل إلى المحور الخاص بنا، وهو القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم. أولا، التحكيم التجاري الدولي، يقصد في التحكيم التجاري الدولي هو التحكيم الذي يقع على منازعة تتصل في عنصر أجنبي، وهذا العنصر الأجنبي ممكن يكون واقع على أطراف العلاقة، أي ممكن أن يكون مثلا بائع ومشتري مختلفين الجنسية، أو محل البائع مختلف عن محل المشتري، أو المحل يكون فيه هناك عنصر أجنبي، محل المبيع، محل العلاقة القانونية يكون مرتبط في دولة مختلفة عن دولة الأطراف، أو سبب العلاقة القانونية يكون سبب أجنبي أي مرتبط في دولة مختلفة عن دولة الأطراف أو دولة محل العلاقة القانونية. فمتى ما كانت هناك العلاقة القانونية عنصر أجنبي، وهذه العلاقة القانونية اتفق الأطراف فيها على تسوية نزاعهم عن طريق التحكيم بدلا من اللجوء إلى القضاء العادي، فهنا نكون أمام تحكيم تجاري دولي. أمام تحكيم دولي، ومتى يكون تجاري؟ إذا كان بأهداف أو أغراض التجارة الدولية، أي هناك العقد محل العلاقة، والعلاقة القانونية يكون فيها هدفها تهدف إلى التجارة الدولية، أي مثلا انتقال أموال من دولة إلى دولة أخرى، أو انتقال بضائع من دولة إلى دولة أخرى بهدف التجارة الدولية. فهنا نجد أن هناك عنصر أجنبي، أي ارتباط المنازعة بأكثر من دولة. هذا الارتباط المنازعة بأكثر من دولة يوقع عندنا نتيجة، وهو احتمالية تطبيق قوانين هذه الدولة المرتبطة بالمنازعة على العلاقة القانونية، على التحكيم. وبما أن موضوعنا هو التحكيم، فنجد أن ممكن أن تثار مسألة القانون الواجب التطبيق على التحكيم، وهذه المسألة تثار في عدة مراحل وليست مرحلة واحدة. أي مثلا هناك عندما يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء في منازعاتهم التجارية الدولية، يتساءل البعض عن الاتفاق نفسه، على صحة هذا الاتفاق، ما هو القانون الواجب التطبيق إذا ما أثار أمام هيئة التحكيم طعن ببطلان اتفاق التحكيم. بما سبق وإن قلنا بأن هذه المنازعة مرتبطة في عدة دول، فهيئة التحكيم هنا عليها تطبيق أي قانون من هذه الدول المرتبطة في هذه المنازعة، هل هو قانون مثلا الطرف الأول، قانون الطرف الثاني، قانون محل مكان التحكيم، قانون دولة مكان تحكيم، قانون مثلا جنسية المحكمين نفسهم إذا كانت جنسيتهم مختلفة عن الأطراف أو عن مكان التحكيم. فهناك عدة قوانين تثار على مسألة القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم. أيضا لم تنتهي المسألة بعد، مسألة القانون الواجب التطبيق، فعندما يعرض النزاع أمام التحكيم هناك إجراءات سوف تتبعها لي، سواء تحكيم مؤسسي أو تحكيم فردي. الفرد سوف يتبع عدة إجراءات، هو نظام الجلسات، نظام جلسات التحكيم، الأدلة، تقديم الأدلة، وقت إصدار الحكم. هذا النظام الإجرائي الذي سوف تتبعها الهيئة أي قانون واجب التطبيق عليه. هنا أيضا يثار تساؤل، ما هو القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم؟ وبعد ذلك أيضا ممكن ثالثا يثور تساؤل هو عن الفصل في موضوع النزاع، إذا كان هناك مثلا اللجوء إلى التحكيم لسبب اختلاف في العلاقة القانونية، محل النزاع، فالهيئة التحكيم عندما تريد الفصل في النزاع سوف
سوف تستعين في قانون لتطبيقه على النزاع الفاصل في المسألة وإصدار قرار التحكيم. هنا أيضا يثار ما هو القانون الواجب التطبيق موضوعيا على النزاع وليس إجرائيا في المرحلة الثانية، إجرائيا في المرحلة الثالثة موضوعيا على النزاع. أيضا هنا ممكن يثار مسألة القانون واجب التطبيق، وأخيرا ممكن يثار مسألة القانون واجب التطبيق على تنفيذ حكم التحكيم نفسه إذا ما أراد تنفيذ حكم التحكيم خارج الدولة أي حد في دولة أجنبية، فهنا أيضا ممكن أن يثار مسألة القانون واجب التطبيق على تنفيذ حكم التحكيم. أي هنا الخلاصة أن مسألة القانون واجب التطبيق تلازم عملية التحكيم منذ اتفاق التحكيم إلى تنفيذ حكم التحكيم نفسه. اليوم أنا المحور الذي سوف أتكلم فيه هو القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، فقط على اتفاق التحكيم نفسه، على صحة اتفاق التحكيم، هل هو اتفاق صحيح أم اتفاق باطل. وبعد ذلك الدكتورة زميلتي الفاضلة الدكتورة بشاية الغانم سوف تستكمل معكم عن مسألة قانون الواجب التطبيق موضوعيا عن النزاع وإجرائيا. نعم، القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم. قبل الحديث أو قبل البدء بما هو القانون الواجب التطبيق عندما يثار أمام هيئة التحكيم طبعاً على اتفاق التحكيم، يجب أن نوضح هنا مبدئين متصلين بهذا الموضوع، وهما مبدئين خاصين في التحكيم بشكل عام والتحكيم أيضاً التجاري الدولي بشكل خاص. المبدأ الأول هو مبدأ استقلالية شرط التحكيم عن باقي العقد. ما المقصود في مسألة استقلالية شرط التحكيم عن باقي العقد؟ ببساطة هذا المبدأ يهدف إلى وتبنت غالبية التشريعات دول العالم هنا الخاصة في التحكيم، وهو أن عملية التحكيم، عملية شرط التحكيم يجب أن يطبق أو يطبق أو عفواً شرط التحكيم يجب أن يطبق عليه نظام قانوني مستقل عن باقي العقد نفسه. أي بمعنى إذا كان العقد المراد اللجوء إلى التحكيم من أجله باطل، فهذا لا يعني أن شرط التحكيم باطل، فشرط التحكيم يعامل معاملة منفصلة تماماً عن باقي بنود العقد. هذا الشرط، الشرط استقلالية شرط التحكيم، هذا يهدف، هذا هدف هذا المبدأ هو الحفاظ على اتفاق التحكيم نفسه، بحيث إذا أبطل العقد لا يؤثر على إبطال اتفاق التحكيم نفسه. فالحفاظ على اتفاق التحكيم، القوانين والتشريعات الغربية وأيضا التشريعات حوالين في المنطقة نصت صراحة في قوانينها الخاصة في التحكيم بأن شرط التحكيم يعامل معاملة منفصلة عن باقي بنود العقد. ما هو ارتباط هذه المسألة في موضوعنا الآن؟ وبمعنى أنه احتمالية أن ممكن أن يطبق على اتفاق التحكيم قانونا مختلفا عن القانون الذي سوف يطبق على موضوع بنود العقد الأخرى. فممكن أن يكون هناك قانون أجنبي أو قانون معين يحكم مسألة اتفاق التحكيم فقط، وقانون آخر يحكم مسألة باقي بنود العلاقة القانونية، وهذا للحفاظ على اتفاق التحكيم وتحصينه عن باقي بنود العقد الأخرى. هذا المبدأ الأول، وهو المبدأ مرتبط بموضوعنا اليوم، لنقول بأن اتفاق التحكيم ممكن أن يطبق عليه نظام قانوني مختلف عن باقي العقد. المبدأ الآخر هو مبدأ ما يسمى بالاختصاص في الاختصاص. ما المقصود في الاختصاص في الاختصاص؟ هو أن صلاحية هيئة التحكيم بالنظر بصحة اتفاق التحكيم. فممكن أن يصير التساؤل هنا عندما يعرض نزاع أمام هيئة التحكيم للفصل في علاقة قانونية، أحد الأطراف ممكن أن يطعن عن اتفاق التحكيم، يقدم مذكرة بأن هذا الاتفاق باطل مثلا، وأنتم كهيئة لا يمكن أن تنظرون النزاع، فيجب اللجوء إلى المحكمة. هنا هل الهيئة لها صلاحية ولها اختصاص في النظر في صحة شرط التحكيم، أي في النظر في صلاحيتها بالفصل في هذا النزاع، أم لا، أم على الأطراف، أم على الهيئة التحكيم هنا وقف الإجراءات التحكيم وإحالة الدعوة إلى المحكمة المختصة للفصل في صحة اتفاق التحكيم، وبعد ذلك تستكمل إجراءات التحكيم؟ غالبية التشريعات الآن المتطورة
تعطي صلاحية واضحة وصريحة لهيئة التحكيم للفصل في صحة اتفاق التحكيم. ما الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك لتتواكب هذه المسألة مع أهداف ومبادئ التحكيم، وهو التقليل من المصاريف والتقليل من الوقت. فإذا أنا سمحت للأطراف الطعن في اتفاق التحكيم في كل مرة يرجعون إليه للتحكيم واللجوء إلى القضاء، فهنا أعطيت الأطراف ممكن أن نسميها حيلة للمماطلة في الوقت وزيادة أيضا التكاليف. فإذا غير راقب في التحكيم ممكن أن يلجأ، وغير راقب بعد حصول النزاع، وبالتأكيد لم يأتي إلى التحكيم إلا هناك في اتفاق على التحكيم. لكن نجد الآن مع الأسف الكثير من الأطراف يماطل في التحكيم، هو موقف قبل المنازعة وراضي على اللجوء إلى التحكيم، ولكن متى ما قام الطرف اللي هو المحتكم بوضع مذكرة تحكيم أو هيئة التحكيم يقوم المحتكم ضده في المماطلة فيقدم طعن في صحة شرط التحكيم. فإذا أنا أعطيت أو منعت هيئة التحكيم بالنظر في صحة شرط التحكيم وخولت القضاء فقط في هذه المسألة، فهنا ممكن أن يكون هناك ببطء بالإجراءات، وهذا لا يتناسب مع أهداف التحكيم. غالبية دول العالم تعطي صلاحية لهيئة التحكيم في نظر في اختصاصها ونظر في صحة اشتراط التحكيم. مع الأسف في دولة الكويت لا يوجد تنظيم صحيح في هذه المسألة، والأحكام القضائية يعني أنا وجدتها على الأقل آخر حكم في 2006، يعني الحين حكم أمامي أقرأ الفقرة الأخيرة منه، تنص على وأن مفاد نص المادة 180 من قانون المرافعات أن المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم في النزاع. فإذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان هذا الاتفاق فإن الخصومة أمام المحكم توقف بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الاتفاق باعتبار أن ذلك مسألة أولية تخرج عن ولايته. فللأسف الأحكام القضائية، هذا حكم في من الدائرة المدنية صادر في 2006، إلى الآن لا يأخذ في مسألة الاختصاص بالاختصاص، ولكن القوانين الأخرى حوالينا أيضا في المملكة العربية السعودية قانون 2012، أيضا في دول الخليج الباقية ودول العربية والدول الغربية تأخذ في مبدأ الاختصاص بالاختصاص لأهميته وليتناسب مع أهداف التحكيم. إذن أنا في وجهة نظري أن هيئة التحكيم لها الحق، وهذا ليست وجهة النظر الشخصية مثل ما تفضلت، في قلب دول العالم تأخذ في هذه المسألة، ونأمل أن الكويت تسير مع بهذا المركب في هذا الشأن، أن هيئة التحكيم لها صلاحية في الفصل في مسألة صحة شرط اختيار التحكيم، وهذا الشرط ممكن أن يكون يطبق عليه نظام قانوني مختلف عن نظام باقي العقد مثل ما بينا في هذا العقد في مسألة استقلالية شرط التحكيم. الآن نلجأ إلى مسألة ما هو القانون الواجب التطبيق الذي سوف تطبقه هيئة التحكيم إذا ما طعن أمامها حول صحة اتفاق التحكيم. يجب بيان أولاً أن هذه المسألة غير واضحة جلية وفق الاتفاقيات الدولية، أي غير منظمة تنظيم واضح وصريح ما هو القانون الواجب التطبيق حول صحة اتفاق التحكيم. فعلى سبيل المثال عندنا اتفاقية نيويورك في المادة الثانية فقرة ثالثة تنص على أن المحكمة في الدولة عندما يعرض عليه النزاع في مسألة إبرام الطرفان بشأن اتفاق بمعنى مستخدم في هذه المادة أن تحيل الطرفين إلى التحكيم بناء على طلب أيهما ما لم يتبين لها أن هذا اتفاق لاغي وباطل أو غير منفذ، ولكن لم أن فقط اختصرت على هذه المسألة. فهنا المادة قالت أن على الهيئة لازم أن تأخذ في اتفاق التحكيم ما لم يتبين لها أن الاتفاق لاغي وباطل. نعم لاغي وباطل وفق لأي قانون؟ هنا تظهر المسألة في العلاقات العنصر الأجنبي اللي يوجد فيها عنصر أجنبي في تحكيم التجاري الدولي، ممكن أن تكون هناك عدة قوانين قبل التطبيق. هنا اتفاقية نيويورك قالت على الهيئة أن تأخذ اختصاص ما لم يتبين لها أن هذا اتفاق لاغي وباطل، تمام لاغي وباطل وفق القانون. هذه المسألة. فلا يوجد هناك تنظيم دولي واضح في مسألة. أيضا يونس سنترال صار ما صارت عليه اتفاقية نيويورك في هذه المسألة، لم تعطي قاعدة إسناد واضحة وصريحة تبين ما هو القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم. في المقابل مثلا في عندنا اتفاقية لاهاي
2005 هذه الاتفاقية ليست خاصة في التحكيم، خاصة في اتفاق الأطراف على المحكمة المحاكم الداخلية في العلاقات التجارية الدولية. يعني إذا الأطراف وقعوا عقد دولي ممكن لهم هذه الاتفاقية تخونهم الحق في اختيار محكمة محاكم داخلية إذا ما أرادوا أن يفصلون النزاع بها، وليست هيئات تحكيم. هذه الاتفاقية الآن دخلت حيز التنفيذ في 2015، موقع عليها غالبية أو جميع دول الاتحاد الأوروبي مع بعض الدول في شرق آسيا. دول العربية لا يوجد دولة عربية لحد الآن موقع على هذه الاتفاقية، لكن حين الشاهد في نص المادة الخامسة من هذه الاتفاقية تنص على أن يختار الأطراف محكمة لتسوية النزاع حول عقد معين، فهذه المحكمة يجب أن تأخذ هذا النزاع ما لم يتبين لها أن هذا الاتفاق لاغي وباطل وفقا لقانونها، أي أن حددت أي قانون ممكن أن تطبق المحكمة لتحديد صحة الاتفاق. وفي المادة السادسة من نفس الاتفاقية نصت على أن جميع المحاكم غير المختارة إذا ما أراد طرف اللجوء إليها يجب أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيل الدعوة إلى المحكمة المختارة ما لم يتبين لها أن هذا الاتفاق لاغي وباطل وفقا لقانون الدولة المختارة. يعني مادة خمسة أشارت إلى مسألة قاعدة تسمى خاصة في تطبيق صحة اتفاق التحكيم، وهو تطبيق قانون الدولة محل المحكمة المختارة. والمادة السادسة أيضا أشارت إلى نفس هذا القانون، وهو توحيد القانون أو توحيد قاعدة الإسناد في مسألة صحة اتفاق التحكيم. وهذه المسألة تتناسب مع وضع التجارة الدولية الذي يتطلب استقرار قانوني محدد ويتطلب اليقين القانوني وقدرة الأطراف على التنبؤ ما هو القانون واجب التطبيق الذي سوف يطبق على اتفاقاتهم. لكن بعد ما بينا أن هذه في مسألة التحكيم غير واضحة المسألة ما هو المعمول به دوليا في هذا الخصوص. اتفاقية نيويورك قلنا في مسألة الاتفاق ما وضحت صراحة، لكن في مسألة التنفيذ نصت في المادة الخامسة على أنه يمكن رفض الاعتراف بحكم التحكيم وعدم تنفيذه إذا أثبت الطرف المحكوم ضد أن اتفاق التحكيم لم يكن صحيحاً طبقاً للقانون الذي يخضعه الأطراف، أي قانون الإرادة، وعند عدم نص على ذلك طبقاً القانون الذي صدر فيه الحكم. أي هنا حدد القانون الذي يجب أن يطبق على صحة اتفاق التحكيم، لكن ليس في مسألة الاتفاق، في مسألة تنفيذ الحكم، أي هذا التحديد غير مباشر. في هذه المسألة تأتي في مسألة تنفيذ الحكم الأجنبي، أي بعد ما تصدر هيئة التحكيم حكم الأجنبي ويراد تنفيذه في دولة أخرى، قاعدة اتفاقية نيويورك وضعت قاعدة إسناد نصت على أن يجب أن يكون اتفاق التحكيم صحيح وفقا لقانون الإرادة أو قانون مكان صدور الحكم. هذه القاعدة في قاعدة نيويورك تقريبا لقت يعني رواجا واسعا، وتم تطبيقها ايضا في غالبيه دول العالم، الا وهو حريه الاراده في تحديد القانون المطبق على اتفاق التحكيم. يعني ان غالبيه الان المتبع حاليا في غالبيه دول العالم ان الاطراف، طبعا من خلال تشريعاتهم الداخليه وليست التوحيد الدولي، التوحيد الدولي غير واضح في هذا الخصوص مثل ما بينا، الا فقط في الماده الخامسه من اتفاقيه نيويورك الذي هو الغير مباشر والخاص في مسألة التنفيذ وليس في مسألة الاتفاق. لكن غالبية التشريعات الداخلية لدول العالم الآن تبنت قاعدة عامة، وهو حرية الإرادة في تطبيق قانون واجب تطبيق على اتفاق التحكيم، بمعنى أن الأطراف ممكن لهم أن يختاروا القانون الواجب التطبيق على صحة اتفاق شرط التحكيم. وهذا القانون الواجب التطبيق ممكن أن يكون مختلف أو مختلف عن القانون الواجب التطبيق الذي يخضع له موضوع النزاع، مثل ما بينا هو المبدأ الاستقلالية شرط التحكيم، فهو ممكن أن يكون الأطراف أن يختارون بإرادته القانون فقط يطبق على اتفاق التحكيم، ويختارون قانون آخر يطبق على موضوع النزاع، ممكن لهم ذلك، اللي لا يوجد نظريا لا يوجد ما يمنع ذلك. لأن مثل ما بينا اتفاق التحكيم يعامل معاملة مختلفة عن باقي بنود العقد. ماذا يدخل في اتفاق التحكيم في حرية الإرادة في اختيار قانون واجب تطبيق على اتفاق التحكيم؟ ماذا يدخل في هذه المسألة؟ ما 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 تشمل هنا مسألة حرية الإرادة
في اتفاق التحكيم تشمل أولا الرضا، رضا الأطراف، وتحكيم ابتداء رضائي يجب أن يتلقى قبول إجابة قبول في هذه المسألة. فتحديد الإجابة وتحديد تلاقي الإرادتين يكون وفقا لقانون الإرادة. إذا حدث خلاف حول إرادة الأطراف في صحة اتفاق التحكيم، فإن هيئة التحكيم سوف تطبق قانون إرادة الأطراف. هذه في المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا محل التحكيم، ما يجوز التحكيم به وما لا يجوز التحكيم به. يعني غالبية تشريعات دول العالم تنص على في مسائل تخرج عن إمكانية التنفيذ فيها. على سبيل المثال المادة 173 مقام المرافعات تنص على أن لا يجوز التحكيم في مسائل لا يجوز فيها الصلح. فهذا هنا محل التحكيم، ممكن الأطراف هنا يختارون محل لا يوافق أحد القوانين المعينة، فأي قانون واجب تطبيقه هنا على محل تحكيم قانون إرادة الأطراف. أيضا هناك أيضا الشكل اللي يقصد فيه هنا هو بعض القوانين تطلب شكلية معينة، وهو الكتابة في التحكيم. على سبيل المثال القانون السعودي سنة 2012 نص على المادة التاسعة الفقرة الثانية منه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا. فبعض القوانين تشترط شكلية معينة ليصدر فيها التحكيم. مادة 173 مقام رفعات الكويت تنص أيضا لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة، يعني تتكلم عن الإثبات فقط. أما مثلا في قانون السعودية لا، هو من الشروط الشكلية لانعقاد عقد التحكيم والاتفاق التحكيم، ليس فقط للإثبات. فهنا ما هو قانون واجب التطبيق على الشكل؟ أيضا قانون الإرادة كأصل عام يطبق على الشكل. ما يخرج من قانون الإرادة هنا مسألة خاصة فقط في الأهلية، إذا ثار نزاع حول أهلية الشخص ممكن أن تثار مسألة عن أهلية الشخص، هذا غير ليس له أهلية كاملة لإبرام تصرف في التحكيم. من له أهلية التحكيم هو من له أهلية التصرف في أمواله، فممكن تثور إشكالية أن هذا الشخص ليس له أهلية أداء. فأي قانون واجب التطبيق هنا على الأهلية؟ هنا لا يطبق قانون الإرادة، لأن المسألة خاصة في إرادة الشخص أيضا. يعني أنا قاعد أطعن في مسألة أصلا إرادته، فكيف ممكن أن أطبق قانون الإرادة اللي هو اختاره؟ فمسألة الأهلية متفق عليها، تطبق عليها قاعدة الإسناد الخاصة في الأهلية في قانون دولة مقر التحكيم. وهذا ما استقر عليه في مجمع القانون الدولي بمدينة أمستردام من سنة 1975 أن يحكم أهلية الاتفاق على التحكيم القانون الذي تشير إليه قواعد الإسناد السارية في مقر التحكيم نفسه. يعني على سبيل المثال باللجوء إلى قانون الكويتي، إذا كان مقر التحكيم في الكويت نجح قاعدة إسناد خاصة في الأهلية في القانون الكويتي، وهي موجودة في قانون تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي سنة 1961، فنجد أن الأهلية يطبق عليها قانون جنسية الشخص نفسه. فهنا مسائل خاصة في الأهلية يطبق عليها قانون جنسية الشخص. وأيضا ممكن تثار إشكالية الأهلية على الشركات، هل هذه الشركة مخولة لإبرام التحكيم؟ هل تحتاج وكالة عامة؟ هل تحتاج وكالة خاصة؟ هذه دائما تثور في مسألة التحكيم. فهنا أيضا يرجع إلى القانون واجب التطبيق على مسألة على 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 الشركة نفسها في قاعدة الإسناد الخاصة في دولة. نعم على الوقت ممكن دقيقة إذا ممكن تفضل. يلا إن شاء الله نختم الحين. فأيضا على الشركات ممكن نجح على قاعدة الإسناد الخاصة في أهلية الشركة وفق لقواعد الإسناد الخاصة في دولة مقر التحكيم نفسها. فإذا كان مقر التحكيم في الكويت نرجع قاعدة الإسناد خاصة في الأهلية خاصة اعتبارية موجودة في قانون تنظيم علاقات العنصر الأجنبي اللي تنص على أن يسري على الشركات قانون دولة اللي اتخذت فيها الأشخاص مركز إدارة الرئيسي الفعلي. هذا في ما إذا كان هناك إرادة صريحة حول اتفاق التحكيم أو حول القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم. في فرضية ممكن أن تحصل أن الأطراف نفسهم لم يتفقوا على قانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم، وهذا ممكن وارد أن الأطراف اتفقوا على التحكيم لكن ما اتفقوا على القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم. ما هو القانون واجب التطبيق الذي سوف تطبقه هيئة التحكيم نفسها هنا؟ غالبية الفقه والدول المقارنة تطبق قانون
دولة مقر التحكيم نفسها. فإذا كان مثلا قانون مقر التحكيم في الكويت، قانون الكويتي هو الذي سوف تطبقه الهيئة على مسألة صحة اتفاق التحكيم، على مسألة الشكل وعلى مسألة الرضا وعلى مسألة إلا فقط عفوا استثناء مسألة الأهلية، فدائما مسألة الأهلية تخضع للقانون الشخصي للمطعون على أهليته أو المثار نزاع حول أهليته. يبررون فقط هذه المسألة بأن القانون الواجب التطبيق هي هو القانون الأقرب على النزاع، وهذه مسألة مسائل التبرير بأن لماذا يطبق قانون مقر التحكيم لأنه قانون أقرب على النزاع. في الفقه الآخر يبرر هذه المسألة في أن يطبق قانون مقر التحكيم بما وفقا للإرادة الضمنية، فهم يقرون بأن عندما يتفق الأطراف على التحكيم في دولة الكويت فهما ضمن مختار قانون دولة الكويت ويطبق على اتفاق التحكيم. بالنهاية نختم بأن مسألة قانون واجب التطبيق على التحكيم هي مسألة ليست لا يوجد بها توحيد في القانون الدولي، كما مثلا في اتفاقية لاهاي مثل ما وضحت الخاصة في اختيار المحكمة في مسائل المنازعات التجارية الدولية، وهذا يثير عدم يقين قانوني وعدم قدرة للتنبؤ لدى الأطراف في مسألة ما هو القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم. والأفضل هو التعاون الدولي في هذه المسألة يكون من خلال اتفاقية تحدد القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم ليضمن اليقين القانوني بين الأطراف، وهذا يعزز أيضا من التجارة الدولية، يعني الأطراف يجون التحكيم للتعزيز يفيدهم في التجارة الدولية. فإذا كانت إشكاليات التحكيم وعدم اليقين القانوني الكثيرة والعقبات الكثيرة الموجودة في التحكيم، فهنا يبدأ الأطراف ممكن أنهم تقريبا يتفادون اللجوء إلى التحكيم، وإحنا هذا ما نبين، يعني نبي نعزز من مكانة التحكيم في التجارة الدولية. وشكرا لكم جميعا ونأسف على الإطالة، وإن شاء الله بس قدمنا مساهمة بسيطة في مسألة توضيح ما هو القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم. شكرا جزيلا جميعا. دكتور الله يعطيك العافية وشكرا على ما تفضلت فيه. مبدأ استقلالية شرط التحكيم عن باقي العقد، مبدأ اختصاص بالاختصاص، وعطيتنا بإيجاز القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في المنازعات التجارية الدولية، وأن ليس لها توحيد بالقانون الدولي. شكرا لك دكتور حسن على ما تقدمت فيه. ننتقل معاكم إلى دكتورة بشاير الغانم ومحور عن القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وإجراءاته في المنازعات التجارية الدولية. تفضلي دكتورة بشاير. مساكم بالله بالخير، ومثل ما أنا شايفة هني عندي أن مسوين ديسيبل حق الفيديو من عندكم. تمام. مو قاعد يشتغل معك دكتورة؟ الحين أجرب. لما الحين ديسيبل. أوكي. إيه الحين اشتغل. مساكم الله بالخير، وأشكر مركز الكويت للتحكيم التجاري على تنظيم هذه الحلقة النقاشية وتحت الفرصة لنا للحديث معاكم ونشارككم مع الدكتور حسن على موضوع ما زال يلقى اهتمام من قبل المشتغلين والدارسين في مجال القانون والتجارة الدولية. احنا مثل ما انتم عارفين لما نتكلم عن التحكيم التجاري الدولي فدائما يصاحبه الحديث عن تعدد القوانين وتنازع القوانين، فهذا الامر يتطلب وعي عند صياغه شرط التحكيم وكذلك عند الممارسه امام المحكمين الدوليين. ليش المساله جدا مهمه؟ لان هذه المعامله الدوليه تتضمن أشخاص من جنسيات مختلفة، مركز التنفيذ مختلف، كذلك الموطن الأشخاص وأطراف العقد متعددة، فهني لابد من وجود قانون يحكم هذه العملية التحكيمية.
مثل ما تفضل الدكتور حسن وقال إن هناك مجموعة من المسائل والأسئلة المهمة اللي دائما تتطلب تحديث قانون لها والفصل بناء عليها. إنزين، تحديد هذا القانون مهم لأنه يوفر لي اليقين القانوني. اليقين القانوني يقصد فيه إن التنبؤ المسبق في القانون الذي سيطبق على هذه العملية التحكيمية وأيضا موضوعها اللي هو موضوع النزاع، وأيضا يوفر الأمان لأطراف النزاع وأيضا للمحكم لأنه يسهل الوصول إلى هذا القانون المتفق من قبل الأطراف. وكونكم مهتمين في التحكيم، هذا الاهتمام مثل ما هو معروف أن التحكيم يقوم على أو يبدأ بتقديم طلب ثم يشمل مجموعة من الإجراءات اللي هي تشكيل الهيئة، الأدلة، تقديم المستندات، إعلان، ثم تنتهي بحكم ينهي هذا النزاع. طبعا هذه العملية تحتاج إلى قانون يحكم هذه الإجراءات، وأيضا نحتاج إلى قانون يحكم النزاع المعروض ما بين الأطراف. فهذا محوري لليوم اللي راح أتكلم عنه. فلما نتكلم عن القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، فإحنا نتكلم عن القانون الذي سيطبق على الحقوق والالتزامات المتبادلة ما بين الأطراف وهي محل النزاع أمام المحكم. ولأن التحكيم يقوم على الطبيعة الاتفاقية، يعني حرية الأطراف في اختيار قانون، فإن هذا الأمر متفق عليه على مستوى القوانين والتشريعات المحلية وأيضا التشريعات الدولية، وتؤكد هذه التشريعات أن الأطراف لهم حق في اختيار قواعد قانونية، وهذه القواعد القانونية يشمل في مضمونها قوانين أو مبادئ أو الاتفاقيات الدولية. وسبب اختيارهم لهذا المسمى قواعد قانونية كي لا يحصر كلمة قانون بفهم أن يكون قانون محلي تابع لدولة ما. طبعا هذا القانون اللي راح يختاره الأطراف لحكم مسألة نزاعهم وموضوعه، هذا القانون مع احترامنا لاختيار الأطراف إلا أن فلسفته نوعا ما تختلف عن القضية لو عرضت أمام القضاء. فرح أقارن ما بين هذه المسألتين. إحنا إذا رفعنا دعوة قضائية أمام القاضي في المحكمة فيها عنصر أجنبي، وإن وجد اختيار صريح من قبل الأطراف، القاضي يستبعد تطبيق هذا القانون لو الأطراف لم يقوموا به التمسك فيه وإثباته أمام القاضي. بينما في التحكيم يختلف الأمر، المحكم عليه التزام بتطبيق القانون المختار من قبل الأطراف والمعين من قبلهم، لكن هذا الأمر مع احترام له والتشديد عليه في القوانين إلا أن نجد من التطبيقات العملية ما يثير مشاكل. وأول هذه المشاكل أن الأطراف يختارون ويترافعون أمام المحكم بتطبيق هذا القانون المختار، إلا أن الحكم لما يصدر المحكم يحكم بناء على قانون مغاير ليس هو القانون المتفق عليه. إنزين، إذا حصل هذا الأمر أمامنا، ما هو السبيل تصحيح هذا الإعوجاج اللي قام فيه المحكم؟ طبعا بالتحكيم دائما يتفق على أن حكم المحكم نهائي ولا يستأنف، فمعناته أمامنا إحدى وسيلتين، إما الوسيلة الأولى طلب بطلان حكم التحكيم، أو الوسيلة الثانية لاتقاء تنفيذه وهو رفض تنفيذ هذا الحكم. إذن شلون ندخل في هذه الوسيلتين؟ نتفق في بداية الأمر أن دعوى بطلان حكم التحكيم فقط تختص في محكمة مقر التحكيم. هذه المحكمة
لما نرفع دعوى بطلان حكم التحكيم نجد أن أغلب الدول تنص في قوانينها على أن من بنود البطلان أن إذا استبعد المحكم القانون المختار بإرادة الأطراف لتطبيقه على موضوع النزاع فإن الحكم يكون باطل. زين، هل في تشريعات عربية تنص على ذلك؟ نعم، أقرب دولة لنا المملكة العربية السعودية، وكذلك عندنا مصر، وعندنا أيضا الإمارات. كل هذه القوانين تذكر بصريح العبارة هذا البند فيكون سبب لبطلان حكم التحكيم. معناته أن التشريعات في بداية الأمر احترمت حريتنا ككوننا أطراف، وكذلك لو انحرف هذا المحكم عن هذا التطبيق فإن هذا الحكم سيكون قابل وقابل للبطلان. نجد أن القانون الكويتي عطاني صياغة مغايرة. القانون الكويتي في المادة 186 ذكر أن في المادة 186 أن إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم فهني يكون أساس لبطلان هذا الحكم. إنزين، قد يكثر التأويل، هل عدم تطبيق المحكم يعتبر خروج عن الاتفاق عن التحكيم؟ نعم يعتبر، والسبب في ذلك إن إحنا لما نذكر شرط التحكيم في العقد أو في مشارطة التحكيم هو اتفاق على أساسه ينشأ هذا التحكيم، فمعناته لما خالف المحكم تنفيذ هذا تطبيق هذا القانون فمعناته هو خرج عن اتفاق الأطراف، فيكون كذلك لو كانت الكويت هي مقر التحكيم فنستطيع الاستناد على هذا البند. إنزين، ما هي الوسيلة الأخرى المتاحة أمام الأطراف؟ هي توقي تنفيذ حكم التحكيم، وتنفيذ حكم التحكيم بناء على اتفاقية نيويورك راح يكون إذا كنا نرغب ونأمل في تنفيذ هذا الحكم في دولة ليست دولة مقر التحكيم. فهنا بناء على نص المادة 5 بند رقم جيم، إذا تجاوز المحكم أو هيئة التحكيم اتفاق التحكيم فهنا يتقي الأطراف تنفيذ هذا الحكم. الإشكالية الأخرى التي تندرج ضمن اهتمامنا في اختيار قانون يطبق على موضوع التحكيم، وهو لو طبق المحكم القانون المختار. احنا اخترنا القانون الإنجليزي، المحكم طبق القانون الإنجليزي، لكن أين المشكلة؟ أن المحكم لم يفسر القانون الإنجليزي تفسيرا صحيحا، فهني هل يبطل حكم التحكيم؟ نجد أن ترى المحاكم أن التفسير الخاطئ وهو question of fact تعتبر من صميم السلطة التقديرية للمحكم، فأي تقديرات قانونية خاطئة لا تعطي الأطراف أنهم يطلبون بطلان أو عدم تنفيذ الحكم، لأن المحكم قام ونفذ ما هو مطلوب منه وهو القانون المختار. الإشكالية الثالثة وهي تساؤل كنكم مشتغلين في مسائل التحكيم، وهي إن إحنا دخلنا في اتفاق تحكيم سواء شرط أو مشارطة واخترنا أن سيطبق القانون الإنجليزي، لكن لما أردنا اللجوء إلى المحكم وكذلك وقدمنا طلب التحكيم نبي نعدل على اختيارنا، هل هناك من إمكانية لتغيير هذا القانون الذي سيطبق على موضوع النزاع؟ أقول لكم نعم، هذا الاتفاق ما بين ما دام أن الأطراف اتفقوا وقدموا للمحكم ما يدل على اتفاقهم على تعديل القانون المختار سابقاً، فهنا المحكم سيقوم ويحكم بالقانون المعدل بناء على إرادة الأطراف. بانتهاءنا من مسألة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة القانون المطبق على إجراءات التحكيم.
ولما نتكلم عن إجراءات التحكيم احنا نتكلم عن العملية التحكيمية التي تبتدي بتقديم طلب التحكيم، وعندنا إجراءات تعيين المحكمين وتبادل المذكرات والإعلان والأدلة والحكم وتسبيبة وإيداعة، كل هذا يدخل في مسألة الإجراءات التحكيم. فهنا لابد من وجود قانون إجرائي يطبق على هذه العملية. هني كلامي كله راح ينصب على التحكيم المؤسسي، بكون هذه المشاكل تظهر لنا ويتم طلب بطلان الحكم أو تتون مشاكل إذا كنا أمام هذا النوع من التحكيم. عن قراءتي لمجموعة من الأحكام لقيت أن في صياغة لشرط التحكيم مكررة، وهي الآتي: أن الأطراف يختارون التحكيم أمام هيئة مؤسسية مثل غرفة التجارة الدولية في باريس، ويختارون تعيين قانون على موضوع النزاع، ويعينون مقراً للتحكيم. يعني المؤسسة التحكيمية موجودة بباريس، ويختارون أن يكون مقر التحكيم لنفترض السعودية. ثم أثناء عقدهم للجلسات في السعودية تثور مشكلة تتعلق بإجراءات التحكيم، فيقوم الأطراف بالذهاب إلى المحكمة، وهي المحكمة في مقر التحكيم اللي هو المكان المادي، و يترافعون في مسألة إجرائية. فهل هنا قانون مقر التحكيم اللي هو السعودية في فرضنا يكون واجب التطبيق على المسألة الإجرائية؟ وهل المحكمة اللي موجودة في السعودية اللي هي مقر عقد جلساتنا مختصة بنظر هذه المسألة الإجرائية؟ هذا السؤال تم تداوله في قضية أمام القضاء المصري، إن شركتين أجنبيتين اتفقوا على عرض النزاع وإحاته إلى غرفة التجارة الدولية بباريس على أن تطبق لوائح الغرفة التجارية، غرفة التحكيم التجارية، ومقرها يكون في باريس، أو على أن يكون جلساتها في مصر. وهما يتداولون هذه الدعوة أمام المحكم، اللي صار إن هيئة التحكيم تجاوزت مدة ومهلة التحكيم، فأحد الأطراف لجأ إلى القضاء المصري يطالب من القضاء المصري وقف إجراءات التحكيم لأن هيئة التحكيم تجاوزت المدة. فهنا المحكمة ذكرت وقالت أن باختيار هيئة التحكيم، وهي هيئة مؤسسية أو مركز مؤسسي، فإن هذا التحكيم برمته يخضع إلى اللائحة التابعة لهذه المؤسسة. فمعناته إن وجد مقر للتحكيم وهو مقر لعقد الجلسات يختلف عن مكان المؤسسة، فإن لا يعني أن قانون هذه الدولة الإجرائي يطبق على التحكيم، وإنما الغلبة تكون لقواعد الهيئة، قواعد مؤسسة التحكيم اللائحية، وتكون في هذه الحالة المحكمة التي ستبود في ميعاد ومهلة التحكيم هي المحكمة في باريس، وهي المحكمة الفرنسية. فمعناته أن ترافعكم أمام قضائي وهو القضاء المصري يحكم بعدم الاختصاص، ولا يختص أيضا هذا القانون المصري الإجرائي في تحديد مسألة مهلة التحكيم. وهذه من المشاكل التي تكثر في الواقع العملي وبالتحكيم التجاري الدولي. كذلك أهمية القانون الإجرائي، كذلك في قضية عرضت أمام القضاء الإنجليزي بين قضية بين شركتين آسيويتين اتفقوا في اتفاقهم وهو عقد إيجار سفينة على عرض النزاع على هيئة تحكيم مؤسسية موجودة في بريطانيا. إحدى الأطراف تقدمت بطلب تحكيم لهذه المؤسسة واختاروا محكم. إنزين، طلب
التحكيم وطلب تعيين المحكم لابد من إخطاره للطرف الآخر وهو المحتكم ضده. اللي قامت فيه هذه المؤسسة بإعلان المحتكم ضده لدى عدوان ممثل الشركة وهو ممثل طبيعي، وهذا الشخص في الواقع الصحيح ليس ممثلا للشركة، وكانت تعلن باختيار المحكم بالجلسات وغيرها، كانت تعلن على هذا العنوان وهو عنوان هذا الشخص. فلما صدر حكم التحكيم لصالح الشركة المحتكمة، حكم التحكيم أعلن على عنوان الشركة الصحيح، يعني الشركة المحتكم ضدها درت أن في تحكيم، متى؟ بعد صدور الحكم وليس من البداية. فهنا أسرعت هذه الشركة ورفعت دعوى بطلان حكم التحكيم، لأن بناء على القانون الإنجليزي وهو قانون مقر التحكيم اللي هو بريطانيا، ينص على أن هيئة التحكيم لو شكلت تشكيلا خاطئا ولم يبلغ أطراف النزاع بالتحكيم فإن حكم التحكيم يكون باطل، لأنه تعتبر مسألة جوهرية تتعلق باحترام حقوق الدفاع، باحترام حقوق المواجهة. فهنا حكمت المحكمة ببطلان هذا الحكم لعدم صحة تشكيل المحكمة في هذا الأمر. من خلاصة لما تم طرحه إن بعض الأشخاص يختارون القانون المطبق على موضوع النزاع أو القانون المطبق على إجراءات الدعوة لجمالية معينة، جمالية الدولة، الخضرة، الجو، يعتبرونها كأنها فسحة، لكن هو الأمر ليس كذلك، وإنما ننظر إلى تبعات اختيارنا لهذا القانون. هل يكفي لنا الحقوق إجرائية، حقوق كذلك تحفظ لنا حقوقنا وواجباتنا والتزاماتنا ويعطينا التعويض الملائم أم لا؟ وكذلك هل هذا القانون متوفر أم إنه هو قانون فقط اخترناه اختيار جزافي؟ فهنا لابد على الأطراف إن هم عند اختيارهم يقرؤون هذا القانون ويرون أبعاده المستقبلية. ونكون في هذه الحالة إن احنا ختمنا حديثنا عن الإشكاليات المتوقعة في تطبيق القانون على موضوع النزاع وأيضا على إجراءاته. وإذا عندكم أي سؤال انتشرف في سماعه وكذلك الرد عليه. شكرا جزيلا دكتورة بشاير على ما تقدمت فيه. تحديد القانون مهم لأنه يحدد كذلك اليقين القانوني. ثلاث نقاط مهمة، لو لم يطبق المحكم القانون الواجب التطبيق في حكمه، وكذلك لو طبق القانون الواجب التطبيق نواجه حالة التفسير هني، وكذلك المسألة الثالثة عن التساؤل عن إمكانية تغيير القانون الواجب التطبيق. وفي مسألة إجراءات لابد من وجود قانون إجرائي يحكم العقد. كل الشكر والتقدير دكتورة بشاير على ما تقدمت فيه. ننتقل معاكم إلى باب الأسئلة، فأي شخص عنده سؤال أو استفسار بإمكانه رفع اليد اللي هي عن طريق الريز هاند الموجودة في الزوم، أو كتابة السؤال في الشات اللي ما وده يدخل على راحتكم، أو تبي بالضبط أو كتابة السؤال على الشات. تمام، أنا في بعض الأسئلة ممكن بالشات. سؤال سادة تمام، في أي سؤال؟ سؤال، مداخلة، استفسار؟
دكتور يوسف عادة مشارك معنا من المغرب. دكتور يوسف مرحبا. اهلا مرحبا فيك. هلا دكتور. اذا في اي مداخله او سؤال. والله بدايه اتقدم لكم استاذي اسامه بالشكر الجزيل صراحه على هكذا لقاءات، والشكر عبركم موصول طبعا لمركز الكويت والقائمين على هذا المركز، وكذلك كل الشكر والتقدير للدكتور حسن والدكتورة بشائر على مداخلتهما أو محاضرتهما القيمتين صراحة. كما لا يخفى عليكم أستاذي الفاضل الموضوع ذو سجون، ولا سيما عندما يتعلق بالتجارة الدولية، فالتحكيم يعني أفاد وأفاد الدكتور حسن في الموضوع، وكذلك الدكتورة بشائر. ربما الدكتور حسن أشار إلى نقطة مهمة والتي يغفل عنها العديد، وهي حينما نتحدث عن القانون الواجب تطبيقه، الكل ينكب على القانون الواجب تطبيقه فقط في الإجراءات التحكيمية أو في المسطرة التحكيمية، ويغفلون على المرحلة، وهي 3 مراحل كما ذكر الدكتور حسن، وهي المرحلة الأولى، وهي مرحلة اتفاق التحكيم أو مرحلة عقد التحكيم لمعرفة القانون الذي يطبق عليه، يعني كيف الطريقة والكيفية التي يتم انعقادها وتفسيرها، وهذا يعني يجرنا إلى الحديث عن شروط صحة هذا الاتفاق. فهنا نتحدث على شرطين أو يعني نوعين من الشروط، وهي شروط كما ذكرها بإيجاز الدكتور حسن، ولعل السبب هو الحيز الزمني الذي حدد له في مداخلته فأجاز في الموضوع. وهنا أود فقط الإشارة إلى كإشارة فقط، وأستسمح من الدكتور حسن طبعا، فهناك دكتور كما لا يخفى عليكم وذكرتموها بإيجاز، هناك شروط شكلية وأخرى موضوعية، ولعل أقول من يعني من دوري الشخصي، لعل هذه الشروط ربما تغنينا أو تغطي يعني إشكال أو الفراغ كما ذكرتم دكتور، الفراغ وعدم توحيد الشريعات في الشريعات بشكل عام، يعني في هذه النقطة المتعلقة بالقانون الواجب تطبيقه. فلعل هذه الشروط، وهي الرضا كما لا يخفى عليكم، الأهلية، يعني هذه كلها يعني ضروري من أخذ بعين الاعتبار صحتها لصحة اتفاق التحكيم. صراحة يعني أستحضر بعض الإشكالات ربما أثرتها الدكتورة بشائر، ومشكورة على حتى الطريقة، يعني ربما أثرتها بما نسميه بتقنية النوازل، ربما تحدثت عن النازلات، يعني النازلة التي عرضت على أنظار القضاء المصري فيما يتعلق ب يعني مسطرة تحكيمية، وأشارت إلى نقطة وهي التحكيم المؤسسي. وهنا فقط تذكرت فيها نقطة مهمة، ربما هنا أقف على الخاصية التي يتميز بها التحكيم المؤسسي، فعندما نلجأ أو يلجأ الأطراف إلى اختيار تحكيم مؤسسي، فهنا يبقى يعني المسطرة التحكيمية كلها تتحكم فيها المؤسسة أو المركز أو المنظمة التحكيمية. لماذا؟ يعني وفق كما ذكر الدكتورة، وفق البرامج واللوائح المنظمة لهذا المركز، فمسألة القانون ومسألة اختيار حتى اللغة واختيار هذا، يعني تتخصص بها هذه الجهة أو يتخصص بها هذا المركز. دكتور يوسف بس على عجالة إذا ممكن. أبشر أبشر دكتور، أبشر أبشر أستاذ. ربما يعني أختم بسؤال جوهري،
ربما أطروا، لكن لنفتح نقاش فيه، وهو في حالة ما إذا غفل الأطراف في تحديد القانون الموضوعي الواجب التطبيق، فهنا فهل يعني خصوصا فيما يتعلق باتفاق التحكيم، فهل يتم إعمال قواعد، هنا سؤال، فهل يتم إعمال قواعد تنازل القوانين الملائمة، أم تبقى الحرية طبعا للمحكم لتحديد القانون الواجب التطبيق؟ أعتذر إن أطلت، كما قلت في بداية مدخلتي فالموضوع دو سجون صراحة ويستدعي يعني وقت طويل جدا للنقاش والحوار فيه. لكم مني أزكى التحية والسلام، ومشكورين، وتقبل الله منكم. شكرا جزيلا أستاذ أسامة. شكرا لك دكتور، ما قصرت دائما. دكتور يوسف يعني مداخل جيد في أغلب الندوات. شكرا لك دكتور يوسف. دكتورة بشاير، دكتور حسن، عندكم اللي ريحكم. أقدر أجاوب السؤال اللي تفضل فيه دكتور يوسف؟ نعم، شكرا. أشكرك دكتور يوسف على هذا السؤال. وطبعا الدكتور يوسف في سؤاله ذكر أن مع وجود اختيار الأطراف، إلا أن الأطراف قد يقفلون عن اختيار قانون، فهنا نكون أمام حالة اختيار قانون يطبق على موضوع النزاع، فما هو الحل اللي أمامنا كي نصل إلى قانون؟ طبعا لما ننظر إلى لوائح مؤسسية وكذلك قوانين الدول، نلقى أن في هذه الحالة يكون للمحكم دور في اختيار هذا القانون بأن يكون ملائم للطبيعة التعاقدية وكذلك التزامات الأطراف. حاولوا في هذه الحالة أنهم يبعدون نوعا ما عن موضوع تنازع القوانين، لأن المحكم ما مخاضع لقانون دولة معينة، فأنا لما أي أدور ألجأ إلى تنازع القوانين معناتها أنا هل دولة مقر التحكيم أو دولة التنفيذ أو دولة جنسية الأطراف أو موطنهم، فمعناتها راح يتعدد عندي أكثر من دولة وأكثر من تنازع قوانين. فهنا يتكفل وهو المستوى أو الدارج الأسلوب المعاصر إنه يتكفل المحكم في اختيار هذا القانون المطبق على موضوع النزاع، وأن يكون ملائما لهذه الطبيعة والنزاع. شكرا دكتورة بشاير. دكتور حسن، تفضل دكتور حسن. يعطيك العافية ابتداء دكتور يوسف على هذه المداخلة المثرية. ونعم بالضبط مثل ما تفضلت، نطاق اتفاق التحكيم مثل ما تفضلتهم شروط صحة، شروط الموضوعية والشروط الشكلية. أنا ما ذكرتهم، ما سويتهم كلاسيفيكيشن التحديد، لكن ذكرتهم المحل والرضا والسبب، وبعد ذلك من الشروط الشكلية الكتابة كنت يدخل في الشكل، ولكن هم صحيح شروط موضوعية وشروط شكلية. تكلمت في ما هو يدخل على عجالة، صحيح على عجالة محدد في 15 يعني دقيقة، ولكن هذا الأمر كتبت فيه أبحاث عديدة وعقدة ندوات ومحاضرات في شأن فقط القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم. وأيضا صحيح ما مثل ما تفضلت، الكثير يركز على القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم أو على موضوع التحكيم، لكن يغفل أيضا على اتفاق التحكيم. ابتداء منذ اتفاق التحكيم تثور أيضا إشكالية القانون الواجب التطبيق. ونشكر أيضا الغرفة اللي تحتنا الفرصة في توضيح هذه المسألة ومشاركتكم المثرية كذلك. بالنسبة إلى سؤالك عن في حالة إغفال الإطراف على واجب التطبيق، ما هو القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم؟ لعل هنا دكتورة بشاير زميلتنا الفاضلة وضحت باستبعاد قواعد تنازع قوانين في حال إخفال اختيار الأطراف على موضوع النزاع، لا يختلف الأمر أمانة على ما هو مطبق على أيضا اتفاق التحكيم وليس فقط على موضوع النزاع. لكن هنا أبي أود الإشارة، هنا فرصة ممكن أن أشير إلى الفقه التقليدي في هذه المسألة والفقه الحديث. الفقه التقليدي وهو من يرى، لكن أنا يعني غالبا التقليدي، ولكن ممكن من الحديثين أيضا من يرى ذلك، وهو يعطي الصيغة أو الطبيعة القضائية لهيئة التحكيم.
فمن يعطي الطبيعة القضائية ويعتبر عمل المحكمين عملا قضائيا سوف يستبغ نتيجة على هذه الطبيعة القضائية أن يلزم أو يعني يتطلب على المحكمين تطبيق قواعد تنازع القوانين للتحديد ما هو القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم. فهذه هي عبارة عن نتيجة وضع الطبيعة القانونية أو الطبيعة القضائية لهيئة التحكيم نفسها. فمن يعتقد بأن هيئة التحكيم تمارس عمل قضائي من الفقه فهو يرى بأن على هيئة التحكيم أسوة بالقضاء تطبيق تنازع القوانين الداخلي للدولة مقر التحكيم. القضاء أن المحكمة سوف تطبق إذا عرضت نزاع حول صحة التحكيم، المحكمة بالتأكيد سوف تطبق قواعد تنازع القوانين ما هو القانون الواجب التطبيق، لكن هل هي التحكيم سوف تتبع ما تتبع المحكمة؟ هنا في اختلاف. النظرية التقليدية التي ترى تعطي الطبيعة القضائية لاتفاق التحكيم توجب على هيئة التحكيم تطبيق قواعد تنازع القوانين أسوة في المحكمة لأن عملها عملا قضائيا. لكن الفقه الحديث وهو لا يرى بأن العملية التحكيمية مستمدة تماما من سلطان الإرادة وتماما من حرية إرادة الأطراف، يرى إبعاد مسألة تنازع القوانين عن هيئة التحكيم ويعطيهم هما الاختيار الصلاحية هي هيئة التحكيم نفسها حرية اختيار القانون الملائم. تفضلت الدكتورة زميلتنا الدكتورة بشاير القانون الملائم للتطبيق على اتفاق التحكيم، ولكن من خلال يعني مراجعتي لما هو سائر في غالبية دول العالم هو أن غالبية دول العالم تتبع أن يطبق قانون مقر التحكيم، مقر التحكيم نفسه على أساس أنه هو القانون الأقرب للنزاع، أو البعض الآخر يفند هذه المسألة على أساس أن عندما يختار الأطراف مقر التحكيم فهم يختارون ضمننا القانون واجب التطبيق على هذا الاتفاق. ممكن فرنسا، أنا أثناء راجعت لهذه الندوة قرأت أن فرنسا هنا تخرج في حكم قضائي من محاكم الفرنسية مؤخرا أن المحاكم الفرنسية تخرج مسألة تطبيق قانون دولة ما على اتفاق التحكيم وترجع تطبيق القوانين الدولية في هذا المسألة أو قوانين المتفق عليها دوليا قواعد العدل والإنصاف على سبيل المثال على اتفاق التحكيم وتخرج أي قانون داخلي. هذا خاص في فرنسا مؤخرا يعني خلال مراجعتي. وشكرا دكتور يوسف، شكرا أخيرا، وشكرا الموصول لأستاذ أسامة وجميع الحضور ودكتورة أيضا بشار زميلتنا. شكرا دكتور حسن، شكرا دكتور يوسف كذلك على هذا السؤال. دكتور يوسف لأنه ما في وقت راح ناخذ السؤال الثاني. خمس ثواني في ما يعني اشار به الدكتور. يلا تفضل. تحدث على يعني موضوع يعني فرنسا الآن في مسألة العدالة والإنصاف، فأؤكد ما قال الدكتور وأقول حتى التشريع المغربي والمشرع المغربي يعني توجه في هذا الاتجاه، لكن بشرط أن يتم تفويض المحكم تفويض بالصلح، هذا شرط أساسي لتطبيق هذا القانون. شكرا لك. شكرا جزيلا. تمام، شكرا لك. السؤال الثاني بنختم فيه أستاذ محمد، أتمنى بس دقيقتين لك إذا ممكن، وكذلك الإجابة من السادة المحاضرين هم دقيقتين. أستاذ محمد تفضل، شغل الصوت وعرفنا عن نفسك وتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. هل الصوت مسموع؟ لا ما اسمع. ما مو مسموع صوتك دكتور استاذ محمد. الصوت مسموع؟ معكم أستاذ محمد بن سعيد، أستاذ زائر كلية حقوق كثيرا. الآن مسموع دكتور؟ تفضل. معكم أستاذ محمد بن سعيد، أستاذ زائر بكلية حقوق كثيرا في عموميات. سؤالي فقط، أصدرت غرفة التجارة الدولية بباريس مذكرة توجيهية تحدد إجراءات تحكيم في هكذا عالم يتصف به جائحة كورونا. سؤالي هو كالآتي، كيف يمكن تحديد قانون واجب التطبيق عند دعوى خصومة تحكيمية بوسائل اتصال حديثة
هل نعتد بما قرر التحكيم أم نعتد بجنسية هيئة المحكمين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، فرضا لو أن هيئة التحكيم ونظرا لإجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ التي شابت على بإسرائيل تم التوقيع على حكم التحكيم في هكذا دول متفرقة، كيف سنحل هذا الإشكال؟ وشكرا جزيلا. شكرا شكرا أستاذ محمد، ما قصرت. دكتور حسن، دكتورة بشاير عندكم، بس إذا ممكن على عجالة لأن تقريبا الوقت بينتهي، إذا في أحد يجاوب فيكم تفضلوا. طبعا الحين مع جائحة كورونا جميع الظروف والإجابات تعتبر استثنائية، وفي تحدي عن مدى تطبيق القواعد المستقر عليها على الوقائع اللي تفضل فيها الدكتور وذكرها، اللي منها توقيع حكم التحكيم في دول مختلفة على اعتبار أن المحكمين يتبعون أو مقارهم الدول مختلفة. اعذرني أنا ما طلعت على المذكرة اللي حضرتك ذكرتها، لكن إذا بطبق القواعد العامة هني في هذه الحالة راح أعتبر أن الحكم التحكيم صدر في دولة مقر التحكيم اللي هو مقر الهيئة التحكيمية، باعتبارها أنه هذا الأساس العام المتعارف عليه. هذا الشق الأول المتعلق في سؤالك. وفيما يتعلق في الشق الثاني وهو اتفاقات التحكيم الإلكترونية أو ما يسمى باختيار القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية، هني هذا القانون مدام من تم الاتفاق عليه ما بين الأطراف وكان في اتفاقات متبادلة على تعيين هذا القانون فهذا الاختيار سليم. أما إذا كنا أمام اتفاق بعقود إذعان، هذه العقود تعتبر قانونية وسليمة ما لم تتضمن شروط تعسفية فتعتبر فيما تضمنته عقود باطلة. فهني في هذه الحالة إذا تم اختيار هذا القانون فهو يطبق القانون المختار، وإن لم يختار فهني راح نشوف العناصر الأساسية اللي هي الجنسيات، اللغة، المحكمة، كلها تعتبر ما تسمى بالعناصر الضمنية أو الإرادة الضمنية اللي عن طريقها يتم الاستدلال على مكان التحكيم، خصوصا إذا كان تحكيم حر لا يتبع أي مؤسسة تحكيمية معينة. وإذا الدكتور حسن عنده أي إضافة نتشرف في هذه الإضافة. شكرا دكتورة بشاير. دكتور حسن بس بعجالة بدقيقة إذا ممكن. بالنسبة حق القانون واجب التطبيق دكتورة بشاير يعني كفت وفت في هذه المسألة، ما في أي زيادة، لكن ممكن على مسألة إجراءات على جائحة كورونا وإجراءات التحكيم في ظل جائحة كورونا. إذا كان التحكيم بعجالة فقط، إذا كان التحكيم بوجهة نظر، إذا كان التحكيم مؤسسي والأطراف مسبقاً متفقين على هذه المؤسسة للجوء إلى التحكيم بها، وكان النظام الأساسي ينظم مسألة عملية التحكيم في يعني الغير فيزيكلي، يعني ما هو التحكيم المادي اللي عن طريق الوسائل الإلكترونية ينظم هذه المسألة، فهذا لا بأس به ويتوافق مع عقد النظام الأساسي للمركز. لكن الإشكالية أين تقع؟ الإشكالية تقع في ظل عدم وجود هذا التنظيم، ولكن وجود جائحة كورونا التي استحالة اللجوء إلى ممكن مركز التحكيم من قبل الأطراف أو من قبل استدعاء الشهود أو أيضا من قبل المحكمين. فهل ممكن أن أجري التحكيم إلكترونيا وهذا المسألة لم يتفق عليها أو لم تنظف في مسألة العقد الأساسي لمركز التحكيم؟ فهنا ممكن للمحكمين ممكن أنهم يأخذون صراحة أو يطلبون من الأطراف صراحة الموافقة على استمرار إجراءات التحكيم بطرق إلكترونية، فمتى ما حصل المحكمين على هذه الموافقة ممكن للاستمرار في التحكيم عن طريق وسائل إلكترونية لاستحالة استمرار التحكيم في المسائل المادية في ظل الجائحة. أيضا في حالة في وجهة نظري هنا الشخصية، يعني في حالة أحد الأشخاص رفض أنه هو يستمر في العملية التحكيمية تعسفا وليس لوجود مبرر ودافع وحجة قانونية
واضحة وصريحة في عدم استمرار التحكيم الإلكتروني في ظل الجائحة. فأنا وجهة نظري أرى بأن هذه عبارة عن قوة قاهرة وظرف استثنائي يعطي للمحكم الصلاحية إذا رأى بإمكانية استمرار العملية التحكيمية الإلكترونية من غير الانتقاص من أي حق من حقوق الدفاع للطرف الآخر. إذا رأى إمكانية الاستمرار العملية التحكيمية وفق الوسائل الإلكترونية من غير أي انتقاص من حق من حقوق الطرف الآخر فممكن له ذلك. وأيضا ممكن يأتيني شخص ويقول هذا يخالف مسألة إرادة الأطراف اللي هو المبنية على اتفاق التحكيم، لكن أرانا بما أنهم متفقوا على التحكيم لكن حدث ظرف استثنائي طارئ قوة قاهرة استحال الوصول إلى التحكيم في الوسائل المادية ولا يمكن له أن يستمر إلا بالوسائل الإلكترونية ورفض أحد الأشخاص الاستمرار تعسفا وليس بناء على حجة، فممكن للمحكمين أن يستمرون في هذه العملية دون انتقاص أي حق من حقوق الطرف الآخر الرافض أو 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 أيضاً الطرف الموافق أيضاً يجب أن يمكن من الدفاع. وشكراً جزيلاً لكم جميعاً. شكراً دكتور على ما تفضلت فيه. أنا أمانة الوقت خلص معنا. كلمة أخيرة إذا ممكن دكتورة بشاير ودكتور حسن، تفضلي دكتورة بشاير. بالنسبة إلى مركز الكويت للتحكيم التجاري، نشكرهم على هذا التنظيم وعلى إتاحة الفرصة لنا أن احنا نتكلم عن هذا الموضوع، لأن مسألة التحكيم التجاري الدولي في ظل الحين جائحة كورونا فرض علينا أسئلة كثيرة، منها أولها تقديم الأدلة ومدى فرض حضور الشهود إلى مقر التحكيم وحضور الجلسات وكذلك التبادل وسرعة التواصل ما بين الأطراف. فهذه كلها مسائل أفرزتها جائحة كورونا وتحتاج إلى التنظيم الدقيق، وتسارعت هيئات التحكيم أو ما تسمى مؤسسات التحكيم على ضبط هذه المسائل، ونتمنى من دولنا كذلك أن تأخذ ذات الخطى وتقوم بتنظيم هذا التنظيم القانوني الواضح لتعزيز سير العملية التحكيمية. شكرا دكتورة بشاير، والله يعطيك الف عافية وما قصرتي. دكتور حسن تفضل. لا شك يعني أن اليوم التحكيم التجاري الدولي موضوع مهم جدا، وهو ملازم لمسألة التجارة الدولية وينقصه في عالمنا العربي في شكل عام ودولة الكويت في شكل خاص الكثير من التطوير في القوانين الخاصة في هذا الشأن. مركز الكويت التحكيم التجاري الأمانة سباق في نشر الثقافة والوعي في المجتمع، واللي ونشوف ما شاء الله حضور من شتى الدول العربية والإسلامية، فشكر موصول لكم جميع الحضور. وأشكر أيضا دكتور أنس التورة لإتاحتنا لهذه الفرصة، وأشوف يعني الأمانة ما شاء الله المركز يعني في هذه المسألة سباق في نشر الوعي والثقافة أيضا من خلال محاضرات وأيضا من خلال مقالات ورقية وإلكترونية تنشر من عبر مركز كويت التحكيم التجاري. وشكرا لك أستاذ على هذا التنظيم الرائع، وشكرا دكتورة بشاير، وشكر جميع الحضور. شكرا جزيلا. شكرا كل الشكر والتقدير للدكتور حسن والدكتورة بشاير على ما تقدمتم فيه اليوم واستضافتكم وقبولكم الدعوة أمانة من المركز، فكل الشكر والتقدير لكم. كذلك زملائي الحضور جميعكم كلكم لكم الشكر والتقدير على وجودكم معنا في هذا الوقت وبهذه الندوة، وبإذن الله نلقاكم ونلتقيكم في ندوات وبرامج قادمة. احنا حطينا لكم في الشات اللينك او الرابط الخاص في ايميل المركز، اي نصيحة او اي ايجابية وسلبية احنا حاضرين في اي شيء تقولنا اياه، وباذن الله سلبية راح نقومها ونعدلها، وايجابية ان شاء الله نحسن منها اكثر باذن الله. زائد هم اي نصيحة او اي ملاحظة احنا حاضرين وبالشوفة. مسألة الشهادة، شهادة الحضور، أي شخص يحتاج أو يبي شهادة حضور هذه الندوة مجرد أنه يرسل إيميل باسم الندوة واسمه الثلاثي، وإن شاء الله توصل له شهادة حضور إلكترونية
مقدمة من المركز. كذلك برامجنا إن شاء الله وندواتنا القادمة راح تلقونها في الانستغرام والتويتر بشكل دوري وبشكل شهري بإذن الله. شكرا لكم جميعا والله يعطيكم العافية وسامحونا على الإطالة. مع السلامة.